للحديث أكثر ينضم إلينا من القاهرة مدير المركز العربي للبحوث والدراسات والباحث في الشأن الإيراني الدكتور هاني سليمان. دكتور هاني سليمان، أهلا بك في قناة المملكة. يعني في خبري قبل قليل، إيران تحذر من أي إجراء غربي مخالف لتوقعاتها. سؤالي، ما الذي تتوقعه إيران في ظل تسليط الضوء عليها عالميا، وهل بات ما تتوقعه واقعيا الآن؟ يعني علامة استفهام كبيرة حول الموقف الإيراني وتصريحات علي ربيع المتحدث باسم الحكومة الإيرانية. لا أفهم سياق الحديث وحالة الاستغراب الإيرانية، على الرغم من أنها يمكن انتهكت كل الإجراءات الخاصة بالاتفاق النووي وتمادت في تصريحاتها الاستفزازية، حتى يمكن لم تعفى منها الدول الأوروبية اللي ساعدت إيران بشكل كبير. وبالتالي تصريحات علي ربيع الآن هي محل علامة استفهام كبيرة، خاصة أن الاتفاق الثلاث أشهر الذي توصلت إليه الوكالة رافائيل جروسي مع إيران، أعتقد أنه هو اتفاق ضعيف ولا يفي بأي التزامات أو حقوق للوكالة. هناك حالة تقليص للرقابة بشكل كبير، إيران وحدها هي التي تسجل كل عمليات المراقبة ولن تجعلها تحت إمرة المنظمة والوكالة الدولية إلا في حال رفع العقوبات بشكل كامل. وأعتقد أن ده يمكن شرط يمكن غير واقعي بالمرة من الجانب الإيراني. إيران تحاول التمادي أكثر فأكثر في لهجتها وحالة عداء للمجتمع الدولي وليس فقط واشنطن، وبالتالي غير مفهوم تصرفاتها وسلوكها في هذا التوقيت، على اعتبار أن يمكن هذا التحذير لمجلس حكماء الوكالة هو يمكن تصريح غريب للغاية ولا يمكن فهمه في ظل دولة لا تريد تقديم أي تنازلات وتلتزم باستراتيجية صفر تنازلات وفكرة الضغوط وحافة الهوية حتى تصل لمبتغاها بعيدا عن تقديم أي تقاربات أو تنازلات. هي تريد كسب كل شيء ولا تريد تقديم أي شيء، وبالتالي على واشنطن والمجتمع الدولي أن يكون هناك آلية مغيرة ومتزامنة ومتوازية مع الآلية الدبلوماسية، لأن الدبلوماسية المبدئية وحدها لن تفي بالغرض مع إيران في رأيي، ويجب أن يكون هناك حالة تطويق دولي. ويمكن من الجيد أن واشنطن تحاول استخدام الملف النووي كورقة تشاركية مع غيرها من الدول وخاصة الدول الأوروبية، وأيضا فكرة التعامل مع الأزمات الإيرانية كحزمة واحدة وليس فقط الاتفاق النووي. أعتقد أنه هو نجاح كبير في هذا التوقيت، نظرا لأن لا يمكن أبدا الحديث حول العودة مرة أخرى للاتفاق النووي بآلياته القديمة، لأنه لن يعطي استقرار حقيقي وسيكون سقطة كبيرة لإدارة بايدن إذا ما يعني نحى هذا النحو، لأنه يجب أن يتم التعامل مع إيران كحزمة واحدة وليس فقط الاتفاق النووي. وهذه هي الإشكالية والنقطة التي لا تريد إيران تقديم تنازلات أو العودة لطاولة المفاوضات، لأنها لا تريد المساومة والتفاوض حول هذه الأمور، تريد التصعيد لخفض سقف المطالب الأمريكية ورفع سقف مصالحها ومكتسباتها في الفترة القادمة، وهي تضغط لأقصى درجة ممكن. نعم، مع مجيء الرئيس بايدن قال بأنه ضغط ترامب هو ما أدى إلى تمادي إيران إلى هذا الشكل، ولذا سأتبع ما يسمى الدبلوماسية الذكية بخصوص السياسة الأمريكية في التعامل مع إيران للضغط. وأيضا الميل الأوروبي نلاحظ مؤخرا أيضا دكتور هاني للجانب الأمريكي. الآن ما الذي سيفضي إليه تضييق الخناق بالدبلوماسية الذكية الأمريكية والميل الأوروبي لأمريكا مع الخيارات المتاحة لإيران وشراء الوقت الذي تمتاز به؟ الدبلوماسية الذكية التي يمكن يتحدث عنها الجانب الأمريكي أعتقد أنها مش هتؤتي نجاح كبير في رأيي، لأن يمكن هناك إشكالية. إيران لا تريد الحديث حول، هي تريد الحديث عفوا حول الاتفاق النووي فقط. هناك إشكالية في وجهات النظر المختلفة، يعني في ظل أن إيران العقوبات الاقتصادية الخاصة بترامب يمكن ساعدت على تقليص نفوذها وأدواتها ويمكن فوتت عليها حوالي 200 مليار دولار، نتحدث عن أنها ما زالت تستهدف المملكة العربية السعودية بصواريخ في أماكن مدنية من مطارات والرياض وغيره، وده يمكن حوالي 400 صاروخ أطلق على المملكة العربية السعودية خلال الفترة الأخيرة. أيضا حالة التحرش بالسفن الموجودة والمساومة و القرصنة على السفن واخرها السفينة الخاصة بكوريا الجنوبية والابتزاز والمساومة على الأموال الإيرانية المجمدة، علاوة على تقرير منذ أيام من هولندا بحديث حول أساليب غير مقبولة من تعاقب المعارضة الإيرانية في هولندا، علاوة على تقارير منذ أسابيع حول تقارب صاروخي ما بين كوريا الشمالية وإيران. فما بالنا إذا
ما تم الخضوع لوجهة النظر الإيرانية والعودة للاتفاق بالياته القديمة. أعتقد أنه سيكون انتكاسة كبيرة، خاصة إن في 2015 بعد التوصل للاتفاق النووي مع إيران استخدمته إيران كضوء أخضر وأداة لتصدير الثورة وبسط نفوذها في الإقليم. إيران ليست أبدا دولة عادية، هي دولة إيديولوجية لديها مخططها وأدواتها والاستثمار في الميليشيات وتصدير الثورة، وفي ظني إن هي لن تتراجع عن هذا الأمر برغبتها. ولا بد أن يكون نعم الدبلوماسية الذكية مهمة، تفويت الفرصة على أي عمل عسكرية أو اضطراب في الشرق الأوسط هو مهم ومطلب من كافة الدول حتى التي تعاني من السلوك الإيراني، ولكن لا يجب أن يتم ذلك إلى ما لا نهاية. لابد أن ترى إيران أسلوب مختلف وأن يكون هناك أوراق ضغط مختلفة وفي ظل إطار دولي وجماعي، خاصة مع في ظل التقارب الأوروبي اللي حضرتك تكلمت عنه مع واشنطن، فيمكن اتخاذ أساليب مختلفة وليس سحب مذكرة العقوبات الأمريكية السناب باك أو الوصول لاتفاق بين وكالة الطاقة الذرية وإيران واتفاق ضعيف. أعتقد أن كلما ارتأت إيران فرص للمرور والمضي قدما والحصول على مكاسبها ستستثمر هذه الأساليب. لابد أن ترى أساليب مغيرة وأدوات أكثر قوة في مواجهة طموحها ونفوذها واستفزازها الدولي والإقليمي. دكتور هاني، من الملاحظ الموقف الروسي تجاه إيران وما يجري بها من مهاترات ما بين الجانب الإيراني والأمريكي، نلاحظ الترقب، المشاهدة أو ربما اللامبالاة. على ماذا يؤشر الموقف الروسي بخصوص الجانب الإيراني؟ الموقف الروسي من أهم المواقف الخاصة فيما يتعلق بالإقليم بشكل عام، ويمكن روسيا مستفيدة بشكل أو بآخر في انسحاب الولايات المتحدة الأمريكية من الإقليم ومنطقة الشرق الأوسط. هي حاولت بسط نفوذها واستخدام هذا الانسحاب الاستراتيجي أو الانتقالي لبسط نفوذها، وده يمكن كان واضح في سوريا. وتقاربت روسيا مع إيران في بسط وتهيئة أجواء معينة في الداخل السوري، كان هناك تقارب بشكل كبير. روسيا أجادت استخدام الورقة الإيرانية كأحد الأدوات الضاغطة على واشنطن على اعتبار الخلافات المستديمة والموجودة بين الطرفين بشكل أو بآخر. لكن أعتقد أن رغم التقارب الروسي الإيراني، لكن ربما تدخل إيران كأحد أهم الصفقات فيما يتعلق بالعلاقات الأمريكية الروسية، خاصة أن إدارة جو بايدن ما زالت في الأيام الأولى لوجودها، وبالتالي هناك بعض الدول التي تريد التقارب وحل الخلافات الموجودة. الصين تريد حل النزاع التجاري بينها وبين واشنطن، أيضا روسيا ربما يكون هناك تقارب من نوع آخر أو بعض النوايا الجيدة وبصرف النظر على العقوبات الأخيرة. لكن في أي وقت من الأوقات ربما تجد روسيا نفسها في محاولة تقارب عن طريق إيران أو تقدمها ربما في إطار صفقة ما. لكن إذا كانت الأمور فيها بعض التشابكات وبعض التوترات، أعتقد أن روسيا ستحاول الضغط بالورقة الإيرانية. لكن حالة الصمت واللامبالاة الموجودة الآن هي محاولة يمكن ترتيب الأوراق وقراءة المشهد من الجانب الروسي، ربما لتجهيز الخطوات والأدوات القادمة إذا ما كانت ستدعم إيران أو ربما ستحاول الوقوف مع الأطراف الأوروبية والضغط عليها للوصول لاتفاق نووي. وبالتالي هو صمت استراتيجي لمحاولة تجميع الأوراق وبناء الاستراتيجيات وفهم الحالة والعلاقة ما بين واشنطن وموسكو في الأيام القادمة. نعم، من القاهرة مدير المركز العربي للبحوث والدراسات الباحث في الشأن الإيراني الدكتور هاني سليمان، شكرا جزيلا لك دكتور.